ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العائلة المغربية الملك محمد السادس استقبل بعد زوال اليوم بالإليزي من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تم خلال هذا اللقاء التطرق بشكل مطول للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وسجل الطرفان تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص، كما عبر قائد البلدين عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لا سيما السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. ويعكس غنى وتنوع وحيوية هذه الشراكة الاستثنائية الأساس المتين لعلاقة استراتيجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وقد جدد الملك محمد السادس الدعوة للرئيس الفرنسي للقيام بزيارة دولة للمغرب.